الضماير. بضحك لأن كلمة الضمير دي والله بقت نادرة على كل المستويات، بين الصحاب وبين الأهل وبين الناس اللي بتشتغل معاهم. الضمير ده حاجة بقت عملة نادرة جدا جدا جدا. ضمير في اللي انت بتقوله، تقوله صح ولا لأ، في شتمتك لغيرك، في انك تفضح غيرك، في ان انت تاخد لقمة العيش من بق غيرك، انك الطب وقلة الضمير اللي فيه رهيبة رهيبة، كمية قضايا إهمال الطبي رهيبة. يمكن عشان كده ممكن حد يشوف مستشفى زي دي ما يفرحش، يقولك بيحصل إهمال طبي كتير جدا في الماضي. يعني السياسة الجديدة واضح ان دكتور عادل يعني ايه عايز كل حاجة تمشي مظبوطة، لكن هو مش هيقدر يغير، يعني مش هيقدر يغير سلوك اطباء اتعودوا على حاجة معينة السنين اللي فاتت، والناس غلابة يعني بتروح لأي حد، بتروح لأي حد، ما بتروح القصر العيني ما تلاقيش مكان، تروح ابو ريش ما تلاقيش مكان، تروح مش عارفة ايه ما تلاقيش مكان، فتلاقيها بقى ايه اتجهت للحاجات المجهولة.